Hello everyone, السلام عليكم. هاليوم حنبدي نسوي بارميجان تشيكن شنيتزل. فحنبدي بالدجاج الفخاذة لأنه أكثر تندر الفخاذة. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون على لايك and سبسكرايب. I hope you like the video. إن شاء الله يعجبكم. بحطه بالطحين بعدين بالبيض. بعدين بالبريد كرمز. انا طبعا هذا اول ثاني فيديو. هخليها عرضه على اليوتيوب. أنا جديدة طبعا على اليوتيوب. فأتمنى أن يعجبكم الفيديو حتى تسوون سبسكريبشن على مالتي الأكاونت. هسه احنا بنقلب الشنيتزل أو السكالوب الدجاج. بعد ما نقليها اوريكم شو اخلي فوقها الصوص والجبن. شذا اي نوع اللي يعجبكم تستعملوه.